نتناول في هذا الجزء إن شاء الله موضوع هام جدا لطلبة البحث العلمي وهو اختبارات الفروض. ما هي اختبارات الفروض وما هو الدور الذي تؤديه في مجال البحث العلمي؟ اختبارات الفروض الهدف منها اطراح ما يجب على الباحث اجراءه من تجارب او ظواهر يجب ملاحظتها عشان يقدر يستخلص نتائج تتعلق باثبات او نفي العلاقات التي تتأسس عليها اختبارات الفروض. ده بالدرجة الاولى. الدرجة الثانية اختبارات الفروض الهدف منها ايضا تقرير ما اذا كانت النتائج اللي حصلنا عليها من العينة تنطبق على مجتمع البحث ام لا، يعني تعميم النتائج بدل ما تبقى النتائج قاصرة فقط على عينة البحث ولا تصلح الا للتعبير على عينة البحث، نستخدم مقاييس معينة عشان نعمم النتائج ونقول ما حصلنا عليه من عينة البحث ينطبق على مجتمع البحث. المفاهيم الأساسية لاختبارات الفروض، ماذا يعني الفرض العلمي للبحث؟ الحقيقة دي نقطة من نوع النقاط اللي أنا بلاحظ وجود جدل شديد فيها من القلة القليلة. كتابات كتيرة تناولت مفهوم أو كينونة الفرض العلمي للبحث، وبعض الكتاب للأسف تقول إن هو تخمين أو استنتاج لشرح ظواهر أو علاقات معينة. العلم يبعد عن التخمين المطلق، وإنما الفرض العلمي لا يمكن أن يبنى على تخمين أو استنتاج غير قابل للتبرير. عندما يتم التحدث عن الفروض نعني بشكل عام افتراضات لها ما يبررها علميا او اقتراحات لها ما يبررها من ناحية العلمية وقابلة للاثبات او النفي. في معظم الاحوال بيتخذ الفرض العلمي فقرة تنبؤية، يعني تتنبأ بالحالة التي يتواجد عليها المتغير التابع عندما يتخذ المتغير المستقل أوضاعا معينة، أي يتغير المتغير المستقل في تغيرات معينة. يبقى نقدر نقول إن الفرض العلمي للبحث بيزود بوصف دقيق ذو اعتمادية بين متغيرات البحث المختلفة بعد تصنيفها إلى متغيرات مستقلة وتابعة، ويجب أن يتوافر في هذه العلاقة إمكانية التحقق أو التثبت منها بشكل موضوعي باستخدام طرق الاختبار العلمية. يعني نقدر نقول إن الدلالية تمثل فرض علمي يترتب على القصخصة تحسين في أداء الشركات. الفقرة السابقة هي فرض علمي لا يمكن إن إحنا نعيبه. ليه؟ لأنها فقرة تنبؤية بتقول لي إن لو خصخصنا نتنبأ بأداء الشركات هيبقى أفضل. لها قدرة تنبؤية تتنبأ بأداء الشركات في حالة معينة وهي حالة خصخصة الشركات. ممكن تخضع للقياس، ممكن نقيس أداء الشركات باستخدام أكثر من طريقة، يعني نشوف ربحية في حالة الشركات التي تم خصخصتها وحالة الشركات التي لم تخضع للخصخصة بعد، ونستبعد تأثير العوامل المتدخلة ويكون في نفس التوقيت الزمني إلى آخره من الاشتراطات اللي احنا سبق اتكلمنا عنها. جانب تاني يتعلق بالفرض العلمي للبحث، احتمالات تحققه لازم تكون عالية أو مرتفعة، وبندلل على ذلك من خلال الكتابات الموجودة في التراث الفكري. نحن نتناول الكتابات المؤيدة والكتابات غير المؤيدة ونقول رأينا فيها ليه دي غير مؤيدة وننتقدها، لأن احنا هنكون في اتجاه ان في علاقة بنؤيدها. خصائص الفروض العلمية للبحث،
أول خاصية يجب أن يكون الفرد واضح، بمعنى أنه يعكس بشكل واضح العلاقة الموجودة بين المتغير المستقل والمتغير أو المتغيرات التابعة. اتنين، لازم الفرد يكون قابل للاختبار. ما اقدرش اجيب فرد غير قابل للاختبار. طيب هنتثبت من صحته ازاي؟ يعتبر فرد قابل للاختبار اذا امكن اجراء تحريات للتثبت من صلاحيته، وهذا يتطلب تجميع بيانات عن الظواهر التي تشكل متغيرات البحث. يجب ان يحدد الفرد ويفسر العلاقة القائمة بالمتغيرات البحث حتى يصبح مقبول من الناحية المنطقية. الفرد لازم يكون ذو نطاق محدود، بمعنى ان الباحث يجب عليه ان يتخذ من الخطوات ما يمكن من تضييق نطاق الفرد حتى يصبح قابل للاختبار. يعني لو جينا قلنا تؤثر معلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات، هل ده يصلح كفرد علمي؟ لا، لان هذا الفرد غير ذي نطاق محدود، بمعنى المعلومات المحاسبية كثيرة ومتعددة، اتخاذ القرارات كثير ومتعدد، يبقى يجب على الباحث ان يضيق نطاق هذا الفرد، بمعنى ان يحدد نوع معين من المعلومات المحاسبية ونوع معين من القرارات. الفرد برضو يجب ان يستخدم مصطلحات بسيطة وواضحة ويمكن للناس تتفهمها بسهولة ويسر، ويجب ان يتسق الفرد مع الحقائق المعروفة ولا يتعارض معها، وإلا يبقى الفرد بيبتعد عن النواحي العلمية او عن الصياغة العلمية في هذه الحالة. المفاهيم الاساسية لاختبارات الفروض، يجب ان احنا نعي بشكل جيد ان هناك فرق بين الفرض العلمي للبحث والاختبارات التي يجب اجراءها للتثبت من صحة او عدم صحة هذا الفرد. الاختبارات التي يجب اجراءها للتثبت او عدم التثبت من صحة هذا الفرد بتسمى، او بمعنى اكثر وضوح، يتم تأسيسها على المفاهيم الاساسية لاختبارات الفروض. معين بنقول قد يسفر هذا الاختبار عن اثبات او عدم اثبات صحة هذا الفرض. يبقى يجب على الاختبارات ان تسير في اتجاهين. الاتجاه الاول يسعى الى اثبات صحة هذه العلاقة. الاتجاه الثاني يسعى الى نفي صحة هذه العلاقة. يعني بمعنى اصح عندنا في مفاهيم القائمة على فرض العدم والفرض البديل. فرض العدم اللي هو بيسعى الى اثبات انعدام وجود العلاقة بين متغيرات البحث. الفرض البديل بيسعى الى اثبات وجود علاقة بين متغيرات البحث. يبقى قبل ما نبدأ بتخصيص الموارد والوقت والمجهودات لاختبار علاقة ضعيفة او مشكوك فيها درجة كبيرة، لا، يصبح ذلك ضياعا للوقت والمجهود الا اذا كان عندنا ما يشير الى وجود هذه العلاقة في التراث الفكري المحاسبي. يبقى لما نيجي نقول فروض اختبارات الفرض العلمي، هناك اتجاهين. برنامج الكمبيوتر اللي هو بيتجه الى التثبت من الفرض العلمي يجب ان يتناول ناحيتين. الناحية الاولى ان هذه العلاقة قائمة وده يشكل الفرض البديل. الناحية التانية ان هذه العلاقة تتخذ حالة العدم، يعني غير موجودة، وترفض هذه العلاقة. الحقيقة هناك البعض بيخلط بين الفرض العلمي للبحث وفرض العدم والفرض البديل، وهو امر غير مقبول على الاطلاق. وبنقول ده هما بيلاقوه في كتب الاحصاء وبيعتقدوا ان ده فرض البحث. لا، كتب الاحصاء بحكم التخصص تتناول اختبار هذه العلاقة، يبقى يجب ان تختبرها من خلال اتجاهين. واي برنامج احصائي لاختبار فرض البحث او فروض البحث بيتأسس على اتجاهين، اتجاه انه يثبت العلاقة واتجاه اخر في حالة عدم وجود هذه العلاقة.
يبقى يجب ان احنا ايه يعني نفطن الى ذلك ولا نقلد بين الفرض العلمي للبحث او الفروض العلميه للبحث والفرض. برضو لتاكيد وجود فروق بين الفروض العلميه للبحث وفروض الاختبارات الاحصائيه، بنقول ان التصميمات الاختباريه اللي احنا سبق وتعرضنا ليها تستند الى مجموعتين، مجموعه اختباريه ومجموعه المراقبة او المجموعة اللي هي مجموعة التحكم ومجموعة الاختبار. ليه مجموعتين، مجموعة التحكم ومجموعة الاختبار؟ مجموعة الاختبارات بنحاول نثبت فيها وجود العلاقة وبنفعل متغير مستقل فيها، وتصبح النتائج المتوقعة لاختبارات الفروض في هذه المجموعة مؤيدة أو غير مؤيدة لفرض البحث. بمعنى إن احنا لو خدنا النتائج وقارناها بمجموعة التحكم ولقينا ما فيش اختلافات، يبقى في الحالة ديت بننحى إلى رفض فرض البحث وإثبات فرض العدم. في بعض الأحيان بيميل البعض إلى البدء في اختباراتهم بحالة العدم، وبنقول إن ده بيكون مقبول في حالة ما إذا كان فرض البحث أو الفرض البديل بمعنى صح له احتمالات متعددة. يبقى بدلا من الدخول في التعقيدات بتاعة الحالات المتعددة بنبدأ باختبار فرض العدم، إذا أمكن إثبات فرض العدم أصبحنا في حل أو في غنى عن الدخول في تعقيدات إثبات الفرض البديل. يعني للإيضاح بنقول بنفترض إن باحث معين وضع فرض بحثه كمالي يترتب على التخلص من الأنشطة المستهلكة لقيمة تخفيض تكلفة الوحدة المنتجة بمعدل أقل من 2% أو من 2-4% أو من 4-8%. يبقى هنا في احتمالات متعددة لفرض البحث، يبقى الافضل ان احنا بنلجأ الى ايه؟ الفرض العدم. لو اثبتناه يبقى خلاص ما فيش داعي نخش في هذه التعقيدات الخاصة بالفرض البديل. مستوى المعنوية او مستوى الثقة كما يطلق عليه في بعض الاحيان بيشير الى اقصى احتمال يجب الا يتجاوزه فرض العدم عشان نقدر نرفضه، لكن لو تجاوز فرض العدم هذا الاحتمال يبقى بنقبل فرض العدم. هذا تأثيره على ايه؟ انتاجية العاملين، يبقى بنؤيد الفرض البديل وبالتبعية الفرض العلمي للبحث. اتجاه الواحد والاختبارات الاختبارات ذات الاتجاه الواحد والاختبارات ذات الاتجاه. عشان نفهم الاختبارات ذات الاتجاه الواحد وذات الاتجاهين يبقى لازم نتذكر مع بعض ان اختبارات الفروض تعتمد اساسا على استخدام الوسط الحسابي لعينة البحث في تقدير الوسط الحسابي لمجتمع البحث ومقارنة الاخير بالقيمة الاختبارية الافتراضية التي يحددها البحث. يتم رفض فرض العدم وقبول فرض البحث أو اللي هو الفرض البديل وفقا للعلاقة التي يحددها الباحث بين هذين المتغيرين. بمعنى هل هذه العلاقة ذات اتجاه واحد ولا ذات الاتجاهين؟ في حالة الاختبارات ذات الاتجاه الواحد يتم رفض فرض العدم في أحد حالات اختلاف الوسط الحسابي لمجتمع البحث عن القيمة الاختبارية. أما في الاختبارات ذات الاتجاهين يتم رفض فرض العدم في جميع حالات اختلاف الوسط الحسابي لمجتمع البحث عن القيمة الاختبارية وبالتبعية قبول الفرض البديل.